عنده الناس عندهم تقبل وعندهم قراءة تاريخية موضوعية. هلا بنحكي أكثر وأكثر عن هذا الأمر. وأصلا الكلام اللي بيطلع من المسلمين حول الماسونية ما هو كلام خرافات وكلام أهبل، لأنه هني حتى حراس المعبد حموا آثار ومعابد إسلامية، حموا الكعبة بال 1200. يعني هني هلا بنشوف لدرجة مع حماية كل المعابد حتى معابد الأعداء لسبب سوف نعطيه يعني حين نتقدم بالشرح. ومساء الخير حبيبنا وخينا أحمد أيال، كمان أحمد أيال من أصدقاء عرف القدماء ومن الناس الشرفاء. يعني يعني أحمد أيال فعلا كنز. يعني أنا لم أتعامل معه، يعني قليل الناس تعاملت معهم فيني أقول عنهم إنهم رجال بمعنى الحق. وأحمد ميال أحمد أيال أحد هذه الأشخاص، وأبو العز أحد هذه الأشخاص، وكثير ناس يعني. بس في هالقلة اللي حوالينا اللي هي يعني هاي قلة الشرفاء اللي لا نضحي فيها لأجل أي مصلحة، لأي إن شاء الله يحضرونا شخصين بس، وكل الناس عم هن عم بيقولوا نحن إقصائيين وكل الناس مقاطعين، مع إنه هن هيك بس هن عم بيقولوا نحن هيك. على كل حال إذا نحن إقصائيين كل الناس مقاطعين، نحن هود الموجودين عندنا يعني يكفينا. يعني كرمال ابو العز واحمد اي قال انا ببشر مدينه، يعني مدينه كامله، مش 10 20 شخص، مدينه كامله. طيب تحياتي للجميع. خلينا نبلش شوي. طيب انا المشكله بالريستريم ما عم فيني احط صورتي واحط هاي بشكل اللي باين انا باين فيها مزبوط، بس راح اعمل هيك يعني مع انه صورتي بعد كثير صغيره، بس بدك تسمحوا لي. يعني الستريم عنده هالمشكلة. هلا يمكن ننقل للستريم يارد، بدي اشوف بديش اجدد اشتراكي بالستريم ونشتري ستريم يارد مجددا. طيب فما ندخل اليوم بالدرجة السادسة، وهي الانتيميت سكرتري، وهي مبنية على قصة شخص اسمه جوبر. يعني هلا ندخل بالدرس الأهم منها، بس القصة الأساسية إنه ملك سليمان الحكيم كان سلم بعض الأراضي أو بعض المناطق في سور في لبنان، سلمها للملك حيران، بس على أساس إنه يسلموا إياها تكون مناطق يعني عم تشتغل يعني مظبطة. فلما سلمها الملك حيران فتح لها علاقة يعني على الأرض كلها، يعني فيها كارثة بشرية يعني. فغضب الملك حيران من الملك سليمان. الملك حيران ما كان وقتها عارف انه ملك سليمان بعده عم يبكي على حيران المهندس. يعني كان بعده هلق، يعني احنا قلنا بالدرجات السابقه هي مثل مرسم عزاء تجاه حيران المهندس الاعظم. مش الله يعني، بس يقال انه وسيط الله او كلمه الله، هلق بنشوف بالتاويلات القادمه، او المسيح هو يعني. على كل حال فكان سليمان الحكيم بعده عم يبكي على حيران، فهو مهتم بأمور هذه المناطق. فدخل الملك حيران على قصر الملك سليمان دخلة غاضبة، لا ما استأذن ولا حكي مع حدا، ضل فايت لعنده مباشرة. فلما عمل هيك أحد مستشارين أو السكرتير تبع الملك سليمان خاف عليه، قال هلك ممكن ملك حيران عم عصب بده يفوت يخطبه. فهذا السكرتير كان اسمه جوبر. شو عمل؟ راح ورا الملك حرام وصار يتنصت شو عم بيصير بينه وبين الملك سليمان، بغرض ان يحمي الملك سليمان بحال ملك حرام تصرف طائش يعني. وهو عم يتنصت بيكمشوا الملك حرام وبيفوتوا من دينته، بجروا بيفوتوا لجوا، واكيد الملك سليمان بيكون كتير غاضب عليه وبيخليهم يعتقلوه لجوبر. وبعدين هلق بنعرف يعني بسياق القصة انه يعني اخر شيء يعني جوبرت بنشوف بالدرجة الثانية، انه الدرجة القادمة انه جوبرت يطلق سراحه. هي درجة تخص في القضاء والعدل، وفي درجة لاحقة كمان تخص في القضاء والعدل بس لكن متقدمة. على كل حال فما ما هو الفائدة من هذه القصة؟ يعني بهالدرجة الملفت انه بيعطوك ايبرن او مريول بيكون عليه العين، انه بس هاي العين بمعنى مش التنصت، بمعنى العين الحارسي، لكن كمان العين بمعناها التنصت، ففي ازدواجية في المعنى هنا. وبيقولوا لك الدرس الاهم انه هو التوسط وحل الخلافات، انه جوبر
كان عم يعمل مثل مصلح بين الملك حرام وسليمان، لكن وين غلط؟ انه هو تنصب. فبيصيروا يعمموها انه بيقولوا نحن باللوجيات عندنا يا اخوي ممنوع التنصب، ممنوع واحد من درجه دنيه او او مش دنيه يعني درجه اوطى، مثلا واحد من الدرجه الخامسه يجي يتنصت على لوج الدرجه السادسه او السابعه او المتقدمه جدا، يعني ما التنصت ممنوع، وفهيك بيلبسوا المريول اللي عليه عين. وتؤول كمان انه يعني ما انت هذا شوي الدرجه اداريه، فتؤول انه انت لما تكون سكرتري او منظم او حتى مستشار يعني كيف ما بدكم تفسروها، فانت بس انت بعدك بهالمرحله ما فيك تفتح لوج. بنشوف بمرحله متقدمه في درجه من بعدها بصير انت كماسوني فيك تفتح لوج لإلك وتبلش القصه، بس انت هلق لا، انت هلق مثل سكرتير. انت كسكرتير بدك تتوسط بين الناس، بدك تنتقد الناس بس مش بشكل يكسر لهم اعضامهم ويكون بشكل خبيث معناته تكسيرهم وتكسير جناحيهم، وكمان ما بدك تمدح بالناس وتمجد فيهم مثلا وتكون منافق وعندك وجاهه وكذب. فيعني هيك الدرس الاهم او المعنى من هذا الدرجه، لكن هي القصه الاساسيه فيها هي قصه تنصت جوبر. بس خلينا نشوف اذا في اي اسئله. هو انتوا فيكم تسألوا أسئلة وأنا عم يعني عم بحكي وبتقطع وبجاوب على أي موضوع، يعني بس كون ضمن الحلقة. شو بقى حبيبنا جون سيلفر؟ ايه صحيح اللي عم بيقولوا، خلينا نعيم. صحيح ربط الماسونية باليهود هو من اسخف الاشياء، هي بالعكس يعني هي حتى بتشوفوا هلق بالدرجات بالشروحات وبالدرجات نفسها في انتقاد لليهوديه. ما هن يعني اغلب من انضم للماسونيه، هو من خلفيه مسيحيه، والمسيحيه هي تنتقد اليهوديه. اكيد في علوم الكباله، بس العلوم الكباله ما هي طريق الثالث، هي طائفه فلسفيه يهوديه تناقض الطائفة المهيمنة اللي هي الخاخامية، معظم اليهود اليوم تحتها يعني الرابينيكال جوديزم، على خلينا صاروا بيسموا حالهم ريفورم جوديزم وهساديك وكل هالاشياء، بس هن بتلحق الشجرة كانوا جايين من الخاخامية. اما الاسين، الاسينز انقرضوا، السامارتنز يعني صاروا اقلية جدا بفلسطين المحتلة، الزلبس كانوا وين كانوا الزلبس؟ كانوا بشمال اسرائيل، كمان هؤلاء ما عادش موجودين. الطائفه اللي ظلت من اليهود هي الخاخاميه، والخاخاميه بتكره الكباله، هي طريق ثالث عند تاويل وتفسير، يعني هي تنظر الى العهد القديم بنظره تنافي كل يعني تنافي الخاخاميه اللي هي الديانه الظاهريه لليهوديه، يعني مثل اختلاف السنه وإذا بدكم الإسماعيليين، يعني أكثر من الشيعة. يعني الكبالة، قريبة للإسماعيلية والصوفية، والصوفية كمان عندها رموز وأشياء مشابهة كثيرة مع الماسونية يعني. بس هاي المقصد من هذا إنه كبالة بعيدة جدا عن اليهود، فهني بيجربوا يربطوا الكبالة باليهود بالماسونية، وهني مش عارفين الثلاثة شو. تحياتي لحبيبنا فهد. فهد فيك تطلع معنا حبيبي، أنا بعت لك اللينك يعني ما بدك تطلع. تحياتي اكيد للكبير، كبيرنا وحبيبنا بيك سموك. عملت تعديل على الانترو، ما اعرف اذا بكره لما تلعبوه بتقولوا عملت تعديل اخو شرموطه على الانترو. طيب حدا انتبه للانترو اليوم شو مغير فيه؟ طيب يا شباب خلينا نفوت بالسابعة. السابعة كما قلت خاصة بالعدل والرحمة والقضاء يعني والحكم، أن لا نتسرع في أحكامنا. وفي فكرة هون جدا جميلة، شو اسمه؟ هلق بس كبر الكاميرا علي شوي. في فكرة هون جميلة جدا بتقول لك بالماسونية، هي فكرة يمكن موجودة عند الهندوس والبوذية يعني، بس حسب ما جاء بالماسونية انه طب انت لما تحكي
انت عم تطلع صوت عم بتأثر على ذبذبات الهواء. انت لما تتحرك انت عم تتحرك الموجودات حواليك، الهواء والبارتيكلز وهالاشياء. فهذا كل شيء فيك تعمله ريفرس، يعني كل شيء فيك ترجع فيه بالزمن وتشوف هذه الحركة. فالكون هو كما كتاب الله، فكل فعل تقوم فيه هو مسجل، فما في نسيان. معقول يغفر لك الله بس ما بينسى، كل شيء مسجل، كل حركة كل كلمة تلفظها مسجلة في كتاب الكون. فلهيك الفعل الجرمي يظل معك، لا تنتهي منه ولا تستطيع أن تمحيه. فهذه الدرجة اللي هي بروفوست اند جادج، هي صارت بتبلش فيها انه جوبرت اطلق سراحه، لانه اعتبر انه هو كان عنده حماس زائد او محبة زائدة لسليمان، فليحميه دخل ليتنصر على الملك سليمان والملك حرام. وكان الملك سليمان يعني وقتها في يعني حزين، يبكي على المهندس حرام القتل يعني، وكل هلك الدرجات اللاحقة كما ذكرت، يعني كم درجة آخر شيء بيطلعوا من حرام شوي وبيفوتوا بفرق قديمة منهم الدروز وغيرها، لكن لحد الآن بتشوفوا كل شيء حول ما حصل بعد قتل حرام، هذا الثيم الأساسي. فشو بيعمل أخونا الملك سليمان؟ كمان بيعين 7 قضاة لحل مشاكل المعبد الداخلية، يعني قضايا الاختلاف، لأنه عندهم كثير مهندسين وعندهم عمال وعندهم ناقلين حجارة وغيره، فلينظم عمال المعبد. وكما شفنا بالدرجة الرابعة، أنت تحمل حجرة ثقيلة وتبرم بشيء باللودج اللي هو بيشبه معبد سليمان، وهو وهن عم بيعمروه، وكل واحد بيقول لك هو شو عم يشتغل، هو شو دوره. هلا عندك الدرجة الثانية كمان، هي تتبع إذا بدكم الإجراءات اللي اتخذها الملك سليمان بعد مقتل حرام المهندس. فهو بيعين، وهون شيء كتير مهم، بيعين 5 ليعبوا محل حرام المهندس. 5 أشخاص مش شخص واحد. بعدين بيجي أكيد أدونيرام، وهو بصير محل حرام، بس قبل أدونيرام بعين 5 أسياد. وبهذا الطقس مثل الحج، بتعمل باللودج 5 برمات دليل على هؤلاء الـ5. وفي حكي كتير عن تنظيم كما خلية النحل، يعني الدرس الأهم هو التضامن والتكاتف. وين بنشوف نحن أسياد 5؟ عند الدروز، بعد غيبة الحاكم أمر يقال راح على تبت، وناس بتقول مات، والأقباط بيكونوا تخبى عندهم وصار مسيحي. على كل حال، بعد اختفاء الحاكم بأمر الله استلموا أمور الدعوة الدرزية 5، وهم كانوا حدود الـ5 الدرزية، حمزة الزوزاني، حمزة بن علي الزوزاني، بهاء الدين الصاموقي، إسماعيل التميمي، محمد الكلمة وغيرهم، ومحمد قريش. بنلاقي هون تشابه عظيم، وبنلاقي بهذا الطقس استعمال النجمة المخمسة بيستعملوها الدروز أيضا. وهذه ترمز النجم المخمسة، ترمز للفلوشيب، ترمز للفريق. وفي كثير حكي عن التضامن كمان النحلي، هذا عند النحلية. ليش النحل؟ النحل ينتقي أفضل الأزهار. والدروز شو بيقولوا؟ بيقولوا نحن كالنحل يعني مسالمين جدا، لكن إذا بتعتدي علينا حتى نرد إليك الاعتداء. ومن هنا مقولة من يعتدي ليس منا، ومن لا يرد الاعتداء ليس منا. فهون تظهر النجمة المخمسة، وهي النجمة الغنوصية، هي نجمة الجورس اللي كان موجود عند الفرقة الفيثاغورية ورمز أساسي لها. كمان بيستعملوا دروز، بس دروز النجم الماسونية الامبوست، ماسونيك امبوست ستار بالتحديد، يعني حتى بيستعملوا نجم ماسونية بحد ذاته يعني. طيب هون قلنا هو الانتندنت اوف ذا بيلدينج،
وهي كمان هي قصتها، هو أسياد الهندسة الخمسة اللي صاروا يعني مسؤولين الهندسة لعبوا محل حرام. حرام كان بمثابة 5 مهندسين، قد ما هو كان شاطر ومبدع في يعني الماسونية. الدرجة الثانية عليها لغط كبير لأنه كان يضع فيها رأس مقطوع، وهذه هاي أنا أشرحها لها كمان قصة جميلة وقصة مريبة للماسونية. فبتتفاجئ بهذه الدرجة، بيكون اللوج أوقات في رأس مقطوع وفي دم وفي مثل كهف. طيب شو دلالة هذا؟ دلالة هذا إنه كانوا عين الملك سليمان 9 ليلاحقوا قتلة حرام، ليجيبوا قتلة حرام. فهن صاروا يبحثوا يجيبوا معلومات. توصلوا لأحدهم كان مختبئ في كهف أحد القتلة. فبيفوتوا عليه، لما يفوتوا عليه هو بيكون نايم، بس مثل بينبغت واحد منهم بشوف حدا تاني فايت على الكهف، فدغري بشيل الخنجر وبيقتله لقاتل حرام. يعني بيكون قد ما هو غضبان على مقتل حرام ونقز لما شاف ذاك فات، فقال احسن ما يهربوا، راح شال الخنجر، وحتى بيكون بهذا الطقس في خنجر على الدم، شال الخنجر وذبحه لهذا الاساسين، للقاتل احد قتلة حرام، واكيد قطش له راسه يعني، اخذ له راسه للملك سليمان. الملك سليمان لما شاف هالشي زعل، قال له انت حرمتني من حقي في الانتقام، انا بدي اقتله، انا لازم انتقم منه، انا بدي احكمه وحاسبه، انت ما بحق لك تقتله. حتى هالانسان حاسبه، لهي الواحد من الـ9 حاسبه انه كيف تقتله. فالدرس الاهم من هالشي هو الانضباط، هو التروي. كما يقال المثل الانجليزي بيقول لك الانتقام صحن بارد، يعني بدك تتروى وتفكر وتحلل وتظبطها لتعرف تضرب الضرب الصح وتجيب حقك وتاخذ طارك. اخذ الطار مش بربريه، مش بتهجم دغري، بده واحد يكون عنده انضباط نفس. هالدرس الاهم من هذا اكيد، لانه فيها راس مقطوش وهيك، المسيحيين بيقولوا هذا عباده الشيطان وهالاشياء عن هالطقس، وهو الدرجه 9، وهو elect of the 9. ليش اسمه elect of the 9؟ لأنه عين 9 لهن يبرموا عن مين قتل حرام. وبعدين بنشوف انه هالـ9 اعتقد بصيروا، نسيت الرقم، بصيروا يا 12 يا 15، لا اعتقد بصيروا 15. وبعدين من هال15 بنقي 12 حرام، هن بصيروا مسؤولين عن المهمات الدينية والتنقيبية، المهمات الدينية والتنقيبية للمعابد. لهيك القصة محورية. هؤلاء الأشخاص اللي لقوا هلق لقوا واحد من قتلة حرام، وبعدين نشوف بعد 5 سنين بيلاقوا القتل الباقين، هودي يرقون، بصير لهم مركزية حسب ما يزعمون، يعني إنه هن كانوا كمجموعات قديمة أيام الملك حرام، هن كانوا الماسونيين، بصيروا هودي رؤساء الماسونيين وقتها، وبيعملوا هن المهام الدينية. وبعدين ندخل بعدين 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 بدرجات المتقدمة ندخل بتاريخ التمبلرز وكيف بلشوا التمبلرز. بس هنا يعتقد التمبلرز ما بلشوا من حرام، يعني التمبلرز يعتقد المنقبين عن المعابد أو حراسة المعابد، يعتقد بلشوا أيام كان في فرقة سرية تعبد الإله اليوناني داينوسس. داينوسس هو كما المسيح، هو الوسيط بين زوس والبشر، ويقال عنه الروح والكلمة النور والشمس، وكان عنده قصص تضحي لأجل البشر، وحتى عنده قصص متشابهة مع المسيح. مثلا مرة عمل حاله راعي أغنام، مرة ساعد صيادي في سفينة. فكل هذا يعني هو شخصية يونانية. يعتقد أنه حين قام المسيحيون في صياغة السيد المسيح كشخصية مختلقة، استعملوا قصص وأفكار عن الإله ديونوسوس، حطوها في المسيح نفسه كوسيط بين الأب والبشر، بين زوس اللي كان ما يطيق البشر ويزعجوه والبشر. فمن هنا مثلا عبارة
ارحمهم ابي، لا ارحمهم ابي، وظلوا يناشد بيو المسيح مثلا. هي قريبه من مناشده ديناصوس لزوس مثلا. على كل حال هذه احد القراءات يعني. تحياتي يا ايمانويل. طيب، فهذه الدرجة التاسعة العليا لغط، لأنه فيها رأس مقطوش. بس كما قلت، المعنى السامي منها أو المعنى الجميل منها إنه التروي في الانتقام، لأنه هيدا محبته لحرام المقتول، راح شاف القتلة دغري طعنه، ما نطر الملك سليمان يعمل له محكمة للقاتل ويحاكمه، لا، هو شال الخنجر بإيده وأخذ ثأره في يده، فهذا تسرع. فبنلاقي بهذا اللوج سكاكين وثياب عليها دم، هو خنجر عليه دم وثياب عليها دم ورأس مقطوع. هلق عن جديد ما عادش يحطوه، بس كانوا من قبل يعني، من قبل بال 1800 وهيك يحطوا راس مقطوش. طيب، خلينا ندخل بالدرجه العاشره، وهي الالستريس الكت اوف ذا 15. كما قلت، بس لحط السلايد. طيب، كما قلت، تسعه لقوا أول قاتل لحرام، بعدين ضمهم الملك سليمان لفرقة 15، وهي استكمال للدرجة السابقة. التسعة يعينون بتنظيم فيه 15، وهال 15 بعد 5 سنوات يلقون القبض على كل قتلة حرام، لكن هالمرة لا يتسرعون في الغضب ويقتلونهم. يعني أول قاتل لحرام رأيناه أنه صار في تسرع من الشخص وقتله دغري بأرضه، هون لا، هون صاروا عم يكمشون وبياخذون للملك سليمان، والملك سليمان بيقيم محكمة تحكمه. فالدرس الأهم من هذه الدرجة، اللي هي بتكمل الدرجة التاسعة، إنه كمان ضبط النفس والقضاء على الانفعالية والبربرية والجهل. وهون بيقولوا إنه المجتمع الجاهل في تسرع بيكون، أما المجتمع المتقدم عنده انضباط أكثر وعقلانية أكثر في التعامل مع هكذا أمور. يعني هون شوي في رد على القبلية والثأر والتسرع، يعني أخذ الثأر في اليد. بس لأشوف إذا في أسئلة وما ندخل هذه درجة كتير مهمة، هذه الحادي عشر، هذه بدرجات المقدمة سوف تذكر وراح أذكر لك. هاي ال11 لبرنس أمث، هذه كتير مهمة، هلأ ندخل فيها بس لأرتاح شوي. ايه، اخونا ايمانويل عمل قناة جديدة، يعني تبين لنا انه ليش عم يطلع بكتير قنوات ويعرس، لانه بده يفتح مشروع، يفتح قناة يعني. حتى طلع خل اعتذر من طوكيو. عم بيظبط اموره مع كل الناس انه عنده قناة جديدة. هذا فهد، مش منتبه له معنا. تحياتي فهد، ليش والله ما طلع فهد؟ طلعته، عم بيصير. أو أنا مكبر الصورة علي، سوري. الو، مساء الخير. طلع مساء الخير، كيفك؟ أو وكا وكا طلع وكا. لا، اللي حابب يطلع يطلع فيكم، لأنه عم قلك يمكن نطول. بس صرت بال 11، عندنا بعد 22، عندنا لا، عندنا بعد 21، هنا 32 يعني، و33 فخريه. اللي بده يطلع فيه يطلع، وفينا نناقش يعني، بس باكي بس لخلص درجات يعني، بنناقش كل وحده شوي شوي وعادي. ايه، ما هيك عم بعمل، بس عم يزغروا لي صورتي كثير يعني بهذا، وما لي خلق ظبط الكاميرا واعملها بالعرض، ما لي جاي. وهذا رجع فات معنا اخونا فهد عزوز. مساء الخير للجميع. مساء الخير أبو لبنان. حسن نور، طيب عندك شي سؤال او بنفوت بالهيئة؟ بنفوت بال 11، 11 من مساء الخير اهم لك الأصدقاء الموجودين معك. أي هلا، سؤالي أبو لبنان لكل الموجودين تحت، توقعاتهم عن الفكرة اللي بتربط بين
المعلومات تحدثي عن الماسونية اللي تربط بين الإسلام والماسونية والتنظيمات السرية هي ليس لها مكان من الوجود، يعني فعليا هي غير سرية وليست بمعنى أنه هي مجهول المصير، وربط قصدك بالإسلام المنظمات وربط العالمية بنظرية المؤامرة حكموا بالعالم وهم مش موجودين، يعني لأنهم مختلفين في الذاهنة العربية. إيه. هلا هذا السؤال نطرحه بآخر الحلقة، يعني خلينا بس في الذاكرة العربية هلا مذكرات ليوتكاسل، هلأ نحكي بآخر الحلقة لا بس أنا لهون وقتك قبل كافي على وافي عم تابع معك، بس انه هذا السؤال عشان فكروا فيه. الشات فكروا لا بهالموضوع. معلوماتك كافية، بس هلا أي شيء جديد طيب ماشي، كان خلينا نفكر بالموضوع انه العلاقة بين ربط الإسلام والمؤامرة واليهودية. اوكي بس سوري بس دقيقة نحن مبين هيك نحن بيني. طيب خلينا نفوت بالدرجة الحادية عشر، هذه مهمة الدرجة لأن إلى ذكر في الدرجات المتقدمة، لأنه هودي يعني فرقة برنس أمث اللي هن 12 من ال 15، إحنا كنا كان في تسعة لقوا أول قتل لحرام، بعدين صاروا هيئة من 15، ال 15 لقوا القتلة الآخرين بعد 5 سنوات، هلق من هال 15 12 سوف يرقون، كيف يصيروا هن مسؤولين عن المهمات التنقيبية والدينية ويصير لهم وزن وحتى كأنهم أمراء، يعني ال 12 يشبهون بمين؟ بقادة القبائل اليهودية ال 12. وهودي وشو أول مهام لهم بيوكلهم إياها الملك سليمان؟ مشكلة حل مشاكل ضرائب عم بتصير يعني بمناطق فلسطين ولبنان. وكما ذكرت هؤلاء بيصيروا كأنهم أمراء، يعني أمراء على القبائل اليهودية الـ12، وتوكل إليهم كمان مهام دينية، ومن هنا شو ببلش؟ ببلش بدء البحث عن اسم الله الذي لا يلفظ. يعني كما بتعرفوا بيعرف فهد، اليهود كانوا عندهم بس الهاي بريست الخام الاعلى بفوت مش كل يوم، بفوت مره بالجمعه او مره بالشهر على قدس الاقداس، وفي هناك يقول اسم الله الحقيقي. قرر اليهود يدربكوا يعملوا اصوات حتى ما ينسمع اسم الله الحقيقي، لانه من عرف هذا الاسم بصير عنده قوه حسب مين العهد القديم. يهوه بيقول ظهرت لإبراهيم لكن لم أظهر له في اسمه. يعني في فكرة عند اليهودية أنه من عرف اسم الله بلفظه الحقيقي عنده صار مثل القوة، يعني وكأن يهوه شيطان على فكرة، يعني لكن هذا موجود. فهني هون أما بفكر الماسونية عم بيقولوا لك اسم الله ضاع، حتى في المسيحية حتى لفظه الصحيح ضاع. فهني هون ببلش اذا بدكم المهام الدينيه تبعهم اهمها هي ايجاد اسم الله المحجوب، واكيد في اسم الله محجوب في كذا ديانه ليس فقط المسيحيه واليهوديه، يعني عندك الفرس كان اسم هوم عندهم اسم الله محجوب. هلا حتى في المسيحية في دلالات الدلالات موجودة، دلالات هي موجودة باليهودية في الإنجيل، يعني حتى ذكر كلمة يهوه يعني أو أن أنت أنا هو، يعني حتى المسيح لفظه اللي سألوه التلاميذ أنت من؟ هل أنت هو؟ يعني حتى هن برضه يذكروا اسم يهوه أو اسم باسم، يعني في ترى سألوه صحيح. هل أنت يوحنا مدى؟ هل أنت من؟ هو يعني اي تحديدا لذكر انت هو اسم يا هو يهوه او اسم انت الله هو يا المذكور هو ولا يعلم من في هو غير هو، الهيكل يعني البيت المقدس. صحيح. وحتى عند الهندوس تماما بس اول شيء بدي احيي بصديقنا الهندوسي ايموستي، هو برهمان القناة، يعني برهما من حي ببرهما. طيب عند
عند الهندوس شو اسمه، عندك الأم هي هو، والأم هو مثلث تالوت. الآلهة بيكون الآلهة قبل ما يظهروا بيكونوا بارا براهما وغير هيك، بس لما يظهروا بيصيروا شو أسميهم، بيصير الخالق هو براهما الذي يحمي الخلق هو فيشنو، ومدملة الخلق هي شيفا. وحتى في تأويلات يعني في تفاسير للنص القديم اللي ذكرته بيرجعوا فيه للغة العبرية، بيقولوا الله قال يعني بالعهد القديم، أنا لم أظهر إلى إبراهيم في اسم الشداي. الشداي شو معناتها؟ الشداي يعني المدمر، المدمر، وهو قريب من شو؟ من صفة شيفا، شيفا المدمرة. فهذا مثلا أحد كمان القراءات والتأويلات. وهلق هلق هلق بالدرجات اللاحقة بنفوت ما هو اسم الله عند الماسونيين. هو في اسم بس هن لغوه أخفوه من كل كتب التفسير ما نحكي فيه. في تأويل إنه مفتاح الكابالا اللي هو رقم 72 اللي هو الهلق نحكي عنه، هو فعلا هو هذا اسم الله. وفي تأويل كمان من الماسونيين بس ممكن يكون تقية، انه لا اسم الله هو يهوه بس فقد اللفظ. لهيك حتى رح نشوف بالكبالة النبوية تبع ابراهيم ابا العافية اللي هو بيكون جدا لبسان، ابراهيم ابا العافية بطريقة الكبالة تبعه شو بيعمل فهد؟ بجرب يلفظ اسم الله يهوه في كل الطرق مع طريقة انتظام تنفس، وبحط مثل كتاب تقيل على راسه وتحريك للراس. قال بالطقس تبعه إذا بتعمله حسب زعمه هو بكتبه، بعدين فيك تحكي تواصل مباشر مع الله مع يهوه. بس هو شو بيعمل ليحصل على هذا الاسم الله المحجوب الذي فقد يا اسمه يا لفظ اسمه؟ بيخربط بيقلب كل الحروف بعيدة ليوصل لهذا الاسم، بعيدة شي 100 مرة كل كومبينيشن ليوصل لهذا الاسم. طيب يعني أهم شيء بهذه الدرجة نفهم هذه الدرجة إلها يعني تتبعات لاحقة. بس طيب أنا درجة الاثنى عشر وهي من أصعب الدرجات، يعني أنا على هالدرجة أنا كنت قاري كتب الشرح عنها، رجعت دلتني شي 4 ساعات عم برجع بقرأ. واسمها جراند ماستر اركيتكت، يعني اسمها المهندس الأعظم. والصعب فيها في تعمق في التاريخ المعماري، التعمق في تاريخ المعمار بأوروبا، يعني شوفوا العواميد هودي الخمسة، شوفوا الاختلافات بيناتهم، بدرسوا كل اختلاف وهن باللوج بيكونوا حاطين العواميد هذه الخمسة. وأكيد الهدف هو المعنى الروحي، مش يعني بس بتعمقوا كتير بالاركيتكتشر وبالديزاين وبكل هالأشياء، لكن الروحي فيه بيقول لك الأولى اللي هي شايفينها أنتم بالشاشة هي التي، هي التاسكن. هذه عبارة عن الدرجات الأولى الثلاث، هي عبارة عن اللوج الأزرق الماسوني هو الأساسي. عندك الثاني اللي هي الدوريك 4 على 14، هي دلالة للدرجات 4 على 14. عندك الأيونيك كذلك، عندك الكورنثيان كذلك، بس انتبهوا على آخر واحدة الكومبوزيت 19 ل 32. لا اسمها كومبوزيت لأنها مطعمة في أديان الشرق، مطعمة بالدروز بالصوفية بفرق ميثرا بأوروبا، بفرق فرقة داينوسس في اليونان، بالمجوسية نشوف في درجة كبيرة للمجوسية، بأفكار أنبياء أخرى، وبالبوذية. يعني يعتبر في أحد الدرجات بوذا هو كان يعني يعتبرونه ماسوني، يعني يعتبرونه من أسياد الماسونية. بالبوذية التبتية هلق ندخل بفكرة الشامبهالا شو هي وأين تذكر عند الماسونية. فهي درجة كتير صعبة الدرس وشو بعد فيه بهذه الدرجة ما ذكرته أنا؟ بهذه الدرجة مش كان عندنا نحن 5 أسياد هندسة أتوا ليعبوا مكان حرام؟ بهذه الدرجة يصير عندك شخص واحد بيعبي محل حرام وهو أدونيرام.
وبقوله كان كمان فلت زمانه. ففي بهذه الدرجة يحكوك في النخبوية انه انت عليك ان تختار، ان تختار الافضل في العمل والحكومة والجماعة، وما لا تأخذ في الشلالية وفي التحيزات وفي الوسطات، بل تجد من هو عبقري زمانه وتستغل هذا لصالحك. هذا الدرس الأهم من هذه الدرجة. وبس فيها، بس أهمها هي التعمق المعماري حتى بالمعابد القديمة الوثنية وكل هذا. يعني أنا عم بحاول اختصرها قدر الإمكان، بس هي عميقة جدا، هاي من درجات الصعوبين كمان. طيب خلينا نشوف إذا في أسئلة. هلا بدنا يا ريت تحط للمتابعين صوره المعبد في اسبانيا العمدي، انه هي احد الرموز او الدلالات للهيكل الاثري بالواقع. مو هي الصوره، في صوره العمدي الموجوده باسبانيا دائري، قصدك احد دلالات التنظيم القدم للتنظيم. هيدي قديمة، هيدي هيدي معمولة تشبه عواميد إينوك. هلا بحكي عن إدريس وعواميده، هلا بحكي بالموضوع، بس خلينا نشوف إذا رح أحكي عنه هو في نحكي عنه بهاي بال 12، بس عم فكر أحكي تمام عنه بال يلا. 13 نحكي بالموضوع. طيب بس خلينا نشوف الشباب. تحية لعاشور، حبيبنا عاشور. عاشور إله المحبة. فهد وكا، فهد أخونا وكا، يا حلق مش هتطلع. رح أحكي عن العواميد القديمة لما أحكي عن إينوك أو إدريس بالعربي، بالقرآن اسمه إدريس، بس هو إدريس بالإنجليزي واحد تاني. يعني عند الدروز إينوك هو هرمس، هون في اختلاف بين الدرزية والإسلام. عندنا نحن لما نقول إينوك يعني هرمس، أما عند الإسلام لما تقول إينوك يعني عم تحكي عن إدريس. طيب طيب هذا الدرجة 13، وهنا كمان بحث عن اسم الله المفقود استكمال الدرجات اللاحقة. بس المثير للاهتمام في هذه الدرجة إنه بتكون اللودج بيكون مثل غرفة تحت الأرض، يعني بيكون باللودج في غرفة تحت الأرض إلها باب تراب دور. هاي دلالة شو؟ الغرفة الأرضية دلالة شو؟ أوكي. وبيكون بهاي الغرفة في مربع عقيق، ومربع عقيق عليه يجب أن يكون اسم الله، اسم الله المحجوب. فشو تأويلها، شو القصة وراها، هلأ بدي أدخل. وشو الدرس الأهم منها بناخده من بعد القصة يعني. طيب فهي القصة بتبلش بأخونا إدريس بالإسلام أو إينوك. إينوك شو بيعمل؟ بيكون جاي طوفان نوح، فهو إينوك بخاف، بخاف يعني تنمحى الحضارة الإنسانية، يعني تنمحى العلم الإنساني والثقافة الإنسانية. فحسب الماسونيين، انتبهوا يعني الغنوصية غير عندهم تأويل تاني، وفرق تانية عندها أشياء تانية تقول، الدروز عندهم شيء تاني، بس أنا عم بحكي بالماسونية. شو بيعمل؟ بيعمل عمودين. هول العمودين بنشوفهم بالمعبد الماسوني، على فكرة شفناهم نحن بصورة سابقة، خلينا نرجعكم عليها. شفناهم وين نحن؟ شفناهم هون، هول اثنين العواميد عليهم كتابات، هو عواميد إدريس أو إينو. طيب أوكي. فعلى واحد بيكتب الفلسفة والعلوم والفن، يعني Arts and Sciences، كما نحن بالجامعة بنقول Arts and Sciences، هو بيكتب الArts والSciences على واحد، على عمود واحد حسب الماسونية. وعلى العمود الثاني بيكتب البلو برنت او تنظيم
معبد هو اللي عمله، اللي هو المعبد الأرضي، اللي هو المعبد الأرضي اللي فيه 8 غرف تاسعها فيها خزنة. هلأ ندخل كمان بأهمية هذا. طيب، يعملون، وحسب الماسونية واحد منهم بيكون برونز، وواحد منهم بيكون جرانيت. ليش؟ بالتأويل تبعهم النحاس يداين تحت المي، والجرانيت مضاد الحريق ينحفظ. على كل حال الطوفان بيشيل الجرانيت وبيخلي النحاس، يعني يعني الجرانيت عليها مخطط أين معبد إدريس الأرضي، ال9 غرف تحت الأرض المحطوط هون. طيب، فبهيدا المعبد بيكون تحت في شيء ما، وتختلف التأويلات عليه اسم الله. وإذا شايفين بالصورة التريانجل هي عبارة عن الله، كما ذكرت المثلث هو عبارة عن الله، وعليها اسم يهوه هون، بس يرجح أنه ما يكون اسم يهوه لأنه كلنا بنعرفه، بس بتكون قطعة ذهبية دلتا عليها اسم الله، لكن لا نعرف ماذا عليها تحديدا. خلينا نشوف إذا فهد مرجع فهد. الإنترنت عنده سيء. أوكي حبيبي فهد. طيب، مهم، حدا بيلاقي هذا المثلث، وهنا الرواية لشيء غريب محذوفة من كل كتب تفسير الماسونيين. إيجاد هذا الاسم محذوف. الوحيد الذي يذكر هذه القصة مين؟ دانكن. بيقول لك شخص اسمه جاهولوبون هو بيلاقي بالصدفة، بيلاقي هذا الذهب المكتوب عليه اسم الله في كتاب غير ماسونيين. شو بيقولوا؟ لا، اسم جاهوبولون هو اسم الله اللي حاول الماسونيين إخفائه، هو اسم الحقيقي لله في الماسونية هو جاهوبولون. طيب، مهم، هذا الذهب عليه اسم الله بيوصل مين؟ بيوصل النبي موسى. موسى شو بيعمل؟ موسى بيخبيه بتابوت بالارك اوف كوفننت، اللي هو اسمه بالاسلام تابوت الميثاق. ف بيخبيه بتابوت الميثاق اللي هو موجود بيكون بحرم الاقداس بمعبد سليمان، بيكون مخبى فيه هذا الذهب عليه اسم الله الحقيقي الذي لا يلفظ، اسم الله المحجوب. شو بيصير بعدين؟ يعني بالحروب مع الفلسطينز بيدمر الارك اوف كوفننت، وهو بالفكر الماسوني يؤول انه هو هذا الارك، هذا التابوت هو مخزنه متنقله تحملها ترفعها وبتنقلها. حسب اخونا زورو عند اخونا ابو يوسف شك ويقين هذا عرش الله، لهيك بينحمل، هذا المقصود منه من عرش الله في الإسلام. لكن أنا عم بحكي بالمفهوم هني، يعني بمفهوم هني هي خزنة متنقلة فيها اسم الله، فبتنكسر هذه الخزنة وبيبين للفلسطينز هذا الذهب، بس هني ما بيعرفوا قيمته، هني بروحوا بدوبوه، فهنا بضيع اسم الله المحجوب. لكن نرجع نسمع إنه أشخاص بيعرفوا لهذا الاسم عادوا وكتبوه على علبة من العقيق وخبوه بكمان بأوض أرضية كانت عملها داوود بعد، وهي تصل من، يعني بتفوت أنت تنزل من قصر سليمان بهذه الغرف الأرضية الثمانية على شاكلة معبد إدريس، وتصل إلى الغرفة تحت اللي بيكون فيها، هذه الغرفة اللي بيكون فيها العلبة العقيق الذي لا زالت تحمل اسم الله. وغير عن هيك بيصير في حروب ثانية
فهذه العلبة بكون حميها شخص واحد ماسوني حسب قولهم، وبكون عم بضل يغذي بالنار، في مثل مشاعر النار، هو عم بضل يغذي بالنار، فبصير في حروب وبينهزموا اليهود والمسيحية أو ما بعرف مين، يعني عم نحكي بوقت لاحق أعتقد اليهود بينهزموا. بس أهل الوثن ما بيكتشفوا هذا المعبد السري، فالماسونيين بيبعتوا وفد ليتأكدوا إنه بعدها محفوظ علبة العقيق، بينزلوا بيلاقوا إنه ما حدا انتبه هذا المعبد لأنه تحت الأرض، بس اللي كان عم بيغذي النيران اللي هو حارس المعبد يعني توفى، حارس المعبد مات تحت الحطام، بس علبة العقيق نفسها بعدها محفوظة. وهون القصة بتنتهي يعني، بس في أجزاء من القصة كما قلت محذوفة بشكل غريب، يعني قصة إيجاد مثلا هذا الدلتا الذهبي محذوفة من كل الكتب الماسونية، شو هو اسم الله بالماسونية كمان محذوف ما بتلقيها. هلأ بنشوف نحن بنجرب نفهمها بالدرجة القادمة، هي بتتعمق في الكابالا والهرمسية وغيرها، بنجرب نشوف ما هو هذا الاسم الذي أخفوه عنا. على كل حال هذه القصة، الهدف من الدرجة هو البحث في الباطن وابحث حول المعبد وتحته، يعني حتى بالتنقيب المصري بمصر العزيزة عند إخواننا المصريين، أول ما بلشوا يفتشوا بالأهرامات صاروا يفتشوا بقلب الأهرامات، بس طلع جميع الأشياء الكفن والآثار موجودة مطمومة برا على مدار البيراميد أو على مدار المعابد الثانية الأثرية. فأنت عليك أن تبحث في باطن الأشياء، يعني مش بس بحرم الأقداس، لا بالغرفة داخل حرم الأقداس اللي فيها الغرفة السرية اللي فيها 8 غرف تسعها خزنة، حتى باللوجات الماسونية الموجودة اليوم كمان بيتبين لك انه هني فعلا تحت التريسينج بورد، هي الارض البيضاء والسوداء، هني بيدفنوا مثل صخره، هي بتكون يعني اشلار مربع، حجره مربعه كيوب 12 خط، بيدفنوها تحت. دلاله على شو؟ دلاله على هذه الدرجه، على درجه الرويال ارك اوف سولومون، او هي تابوت الميثاق، يعني الخبه فيه اسم الله. فهذه الدرجة 13 يعني اختصار. فأكيد هون يعني أنا ما ذكرت كل شيء، التو كولومز لهم تأويل تاني بالديانة الدرزية شي يوم نحكي عنه. أما عند الغنوصيين السيثيانز هن لحقت نبي شيت، العمودين ما كانوا واحد نحاس وواحد جرانيت، كانوا واحد خشب بيطوف على المي ليضلوا يفرجيك المعبد وين هو، بيعتقدوا المعبد ال8 غرف كانوا تحته، هو حط التو بيلرز علامة انه هون في معبد ارضي، فالعمود هو عندهم دليل انه في معبد ارضي تحته. ف عندهم وحدة هي خشب بتفوش على المي، وعندهم وحدة هي مضادة للحرق جرانيت. اما هن الماسونية بيصروا انه الاولى هي نحاس، ليش؟ لانه بمعبد سليمان حسب تصميمهم الحرام المهندس الاعظم التو كولومز اللي حطوا هن كولومز نحاس، لهيك يمكن ما بعرف. على كل حال لكن هاي القصه موجوده في ديانات اخرى، لكن انا حبيت بس اذكر الوجهه الماسونيه من هذا الامر. طيب وهلا وصلنا للدرجه 14، بس اشوف اذا في اسئله وبدي ارتاح شوي. طيب فهيك يعني والله وصلنا منيح بال 14، ال 14 هي كمان المشكله بدرجه 14، بدي يصير اعمل حلقه كامله عن الكابالا لانه هي تعمق بالكابالا، لكن انا رح اركز بس على جزئيه اسم الله، جزئيه اسم الله اللي نحن ببحث بلشنا بالبرنس اميث بالدرجه السابقه، اللجنه الدينيه بلشت تبحث ما هو اسم الله المحجوب المفقود. بدرجه هلق عرضتها هلق تبين معنا قصص كيف اختفى هذا الاسم، بالدرجة هذه ما نشوف ما هو، يعني ما نجرب نشوف شو هو، في إجابات كثيرة بس ما نجرب نعرف ما هو اسم الله المحجوب عند الماسونيين.
فهيك بخلوني بس ارتاح شوية. أحمد مرحد هي فعلا حرق، هي أنا ذكرت بالحلقة السابقة الجزء السابق، قلت حتى يا أحمد بنفس السؤال والجواب بالطقس اللي تقوم فيه بأول درجة على الداخلي بقولوا لك سوف تستلم هذه العقيدة، عقيدة حرفية. فهي حركة، هي حركة دينية لكن أخرى تعتقد العبرة من كل الأديان، تأتي في الدلالة، تأتي في دين صافي تعود إلى الأديان القديمة. هي دين منظم لكن دين بعقلية وجوهرية قليلا عن الأديان الكلاسيكية التي نعرفها من الإسلام والمسيحية. لكن هي ما الإسلام يقولوا إنه الأديان القديمة حرف المعنى الحقيقي الجوهري، لكن الإسلام عنده كثير قدر اللي يثبت لك هاي هيك وهي هيك وهي هيك. لكن هني لا، هني مهم بس تؤمن بإله، لو كان بس قوة منظمة المعنى التقليدي، وتؤمن في أن روحك أزلية وبس، هؤلاء الاثنين عندهم الأساسيات. طيب طيب بهذه الدرجة المسرح كمان على شكل غرفة أرضية عند باب مخفي ترابدور يعني. نرى تفسيرين لما هو اسم الله المخفي رئيسيين، يعني يا هو جهوبلون الاسم اللي هني حذفوه من جميع الأمكنة، وهو جاه باللغة الرستفارية هي الله، يعني هو اسم غريب لكن يبدو أنه دلالة على الله. لكن هني قالوا في شخص اسمه جاهوبلون هو اللقب الذهب عليه اسم الله، لكن الأرجح يكون هو اسم الله اللي عندهم هو جاهوبلون، بس هنا عم يجربوا يغطوا عليه يخفوه. وفي شيء تاني اسمه التتراجراماتون اللي هو هيدا، تتراجراماتون هو هيدا، سوري انا مش حاطه تتراجراماتون، انا نسيت احط صورة عن تتراجراماتون، بس هو اسمه يعني اسم يهوي مكتوب على شكل تريانجل، يعني حطيته انا قبل شوي. ايه هيدا التتراجراماتون اللي بيعطيك، وهذا بنلاقي كثير بالكابالا، اسم الله بيرسم على شكل تريانجل، وفي رك على رقم 72. هلا ليش رقم 72؟ يعني بهذا الدرجه في تعمق في الكابالا وكتاب الزهر، هو كتاب الكابالا يعني، ورقم 72. ليش 72؟ حامل شات بيعرف شو اهميه الرقم 72؟ مين بيعرف شو اهميه رقم 72؟ 72 ملاك بالكابالا، 72 درجة بسلم شافه يعقوب، سلم الجنة. فرقم 72 يفسر انه هو يكون مفتاح الكابالا، وهو اسم الله الحقيقي.
والتترا جاماتون هي يعني هي اسم يهوه، لانه اسم يهوه باليهوديه هو اربع احرف، لهيك تترا اربع. لكن ما بعرف، لكن اذا اسم يهوه هو اسم الله المحجوب بس ضايع لفظه، ما رايت بهذه التفاسير والدرجات هالقد تركيز على اللفظ. اما بالكبالة في تركيز على اللفظ على فكرة، هلا بالكبالة النبوية هلا نحكي عنها، بس انا ما لقيت، انا لقيت لا هنا عارفين الاسم بس عم يجربوا يخفوه. فالاقرب للظن انه اسم الله المحجوب عندهم هو الجاه، هو جهبلون، هاي برايي يعني. لهيك جربوا يحذفوه من كل الكتب التفاسير، حتى كقصة، حتى كذكر لهذا الاسم، مع انه كان مذكور هون في علامة استفهام يعني. طيب، فبهذا البحث هو تعمق في الكابالا وتعمق بالهرمسية، اسمه Grand Elect Perfect and Sublime Mason. كمان انا لازم اعمل حلقة عن الكابالا احكي عنه اكثر بهالحلقة يعني، ما فيني يعني، هذا 10 ساعات شرح. الكابالا يبدو الكابالا بيبين معقد لكن هو بسيط، بس في كثير ارقام وحسابات وكل رقم شو علاقته بالرقم الاخر، شو علاقة الواحد بالاثنين يعني. مثلا الواحد هو الله، الاثنين هو الاكتيف والباسيف برنسبل او الظاهر والباطن، او المرأة والرجل، تبعين يعني تبعين الهرمسية الأضداد. الثالث مثلا عشو بيكون، الثالث هو زواجها للاثنين مثلا يعني. يعني في علم الأرقام وفي علم الأشكال، تنظيم الأحرف على أشكال مثل ما ذكرت في حلقة سابقة. إذا بتركب اسم يهوه الأحرف من فوق لتحت بيطلع لك صورة إنسان. هي حكينا عنها، عرضناها هون بس لفرجيكم دقيقة. ايه هون، هذا اسم، هذا تحت هذا اسم يهوه، بتحط الحروف من يعني من فوق لتحت بشكل أفقي بيعطوك شكل إنسان. اما اسم المسيح نفس شكل انسان بس بيطلع بيبي او بيطلع تاج ملكي او بيطلع شعلة نار. فهذا علم الاشكال كمان وعلم الارقام ومن اساسيات الكابالا يعني. على كل حال بدنا نحكي كمان شوي عن جدة لبسان، هذا بكون بقرابة لبسان، وهو فيلسوف وهو مؤسس الكابالا النبوية، وهو ابراهيم ابو العافية. هذا شو جرب يعمل؟ جرب يلفظ اسم يهوه في جميع الطرق عبر طريقة مديتيشن تأمل. في هذا الطقس بيستعمل جميع الحروف والكلمات، لأنه كمان اعتراف من الكابالا أن لفظ اسم الله مفقود. يعني الكابالا معتقد أنه التترا جاماتون اليهوه هو فعلا اسم الله، لكن لفظه غاب يعني، فما حدا عم يعرف يلفظه صح ليتمكن يستملك هذا الاسم ويصير عنده قوة. هالاسم بيعطيك قوة يعني، وكأن الله بيصير يطيعك إذا عرفت اسمه، كأنه شيطان يعني. فهو من طريقته بالكبالة النبوية كما نرى هون بهالدايجرام، هو لفظ اسم الله بطرق مختلفة حتى يفك الشفرة. وهو بيقول انه هو فكه، بس فيك تجرب انت طقس المديتيشن تبعه. ما بعرف، انا عن نفسي ما زبطت معي يعني، بس يمكن انا عم برفض غلط، ما بعرف. طيب، وعندك هون صرنا بالدرجة الخامسة عشر، وهذه الدرجة هي Night of the East. يعني هون عم شو قصدهم بالشرق؟ بالشرق قصدهم نحن، قصدهم لبنان وفلسطين وسوريا يعني، وقصدهم الهند وقصدهم الصين وهالبلاد الثانية يعني. والدرس الأهم من هالدرجة هو تحمل الشدائد والإخلاص والمثابرة. ليه؟ ليه؟ لا، لأنه هن بعد تدمير، هون صرنا بتاريخهم، بتاريخ بناء المعابد، بعد بناء يعني بعد تدمير المعبد الاول حاولوا هني بناء المعبد الثاني، بس كان دائما يقتلوا. فصاروا يحملوا الرفش او يحملوا المجرفه ويحملوا السيف في ان واحد، ويحموا ظهر بعض وهني عم بعمروا المعبد الثاني، كانوا تحت خطر قتل يعني. ف أهمية درجة 15 هي أنه يعني دائما تكون حذر، دائما يكون السيف بإيدك، وتتغلب على الشدائد وتثابر مهما كان الثمن.
فهذا في بناء المعبد الثاني، وهذا يعني بفلسطين يعني لهيك في كتير ناس يؤولون هذا الدرجة بشكل انه بدهم يبنوا المعبد الماسوني وما بعرف شو. بس هون عم نحكي عن المعبد الثاني، هلق بعدين نحكي عن المعبد الثالث ونشوف اين يبنى المعبد الثالث وما هو المعبد الثالث عند الماسونية. طيب يعني وهذا المعبد كان عم يعمر من شخص اسمه شاش بازار برعاية كينج سايرس، هو الملك الفارسي. كان الملك الفارسي سايرس سمح لهم يعملوا المعبد الثاني، لكن كانوا رغم هذا يتعرضون للاضطهاد والقتل. طيب فهذا يعني هذا المهم. درجة 16 هي كمان مرتبطة، وهي اسمها برنس اوف جيروسلم، وهو امير القدس. هون بصير في ضغط عليه كبير، واصحاب المؤامرات بيدخلوا بالمؤامرات وهالاشياء، فلازم نوضحها بشكل واضح. عند الماسونية المعبد الثالث ياخذوا فيها تأويل يسوع، تأويل المسيحية. بيقولوا لك المعبد الثالث هو في داخل الإنسان، وبل بيقولوا لك أكثر، بيقولوا لك المعبد الثالث هو هذا العالم كله. ما بدنا نعمر معبد ثالث نحن، هاي الدرجة 16 هيك بتقول لك. أما أصحاب المؤامرة بيقولوا لك لا، الماسونيين بده يعملوا معبد سليمان، بده يعملوا المعبد الثالث اللي تقوم القيامة وما بعرف شو، لا 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 لا. وهن عندهم جماعة درجة كاملة ضد هذا الشيء تماما، بالعكس عم بتكذب، عم بتقول لك المعبد اللي لازم نعمره بعد ما عمر المعبد الثاني ومن زمان، المعبد الجديد اللي لازم نعمره هو هذا العالم. هلا في حالة بياخذها بيقول لك بدهم يسيطروا على العالم كله، حالة بيطلع بيقول لك بيسيطروا على العالم كله، العالم كله معبدهم يعني. لا بس هن قصدهم عم بيحكوا في دين عالم، عم بيحكوا انه وبيقولوا بهذا الطقس انت ذكراك يا انسان تكتبها على الحجاره بتضيع الحجاره، بس انت يجب ان تكتبها في قلوب الناس، يجب ان انت جسدك يكون معبد الله. هاي فكره يسوع المسيح، فنراها هي موجوده بدرجه امير القدس، لكن هذه تؤول وتحرف من اصحاب المؤامرات يعني. مع انه كمان لكون شباب لكون يعني منصف، في علامات استفهام على دور الماسونية في قيام إسرائيل وفي احتلال الفلسطين، في علامات استفهام كبيرة يعني. حتى أنطونس عادي هو مؤسس حزب القوم السوري الاجتماعي، كان في تنظيم النجم السوري في جنوب أمريكا، وخرج من الماسونية وعنده رسالة الاعتزال موجودة على الإنترنت، خرج بسبب الموقف المتساهل مع الحركة الصهيونية. مع أنه يعني فيك تكون أنت ماسون تكون مع فلسطين يعني، هي ما في باكج سياسي بالموضوع. يعني بيجربوا يبتعدوا عن الفوارق السياسية حتى الفوارق الدينية. هلق بكرة هلق بنشوف مش بكرة يعني هلق بنشوف بالدرجات اللاحقة في طقوس تناقض المسيحية، وبيجربوا يبررون للمسيحيين أنه لا ومعلي، ونحن بس عم نشوف القواسم المشتركة للأديان القديمة يعني. يعني عم بيجمعوا المسلم والمسيحي، كل هو بيجمعون عندهم في ديانتهم، انه بيقولون انتم ديانتكم تتوافق معنا في القواسم المشتركه الاثنين، وهي الروح الازليه والاله المهندس الاعظم. لكن يبدو الماسونيين بدرجات عاليه كانوا موجودين بزمان كمال جنبلاط وانطونس عادي وهودي، كان تخاذلوا مع القضية الفلسطينية، رغم أنهم بطقسهم 16 ما عندهم مصلحة بفلسطين. معبدهم الثالث هو في جسدهم، هو هذا العالم كله. القدس نفسها ليست مقدسة عندهم، حتى بتشوفوا بكتابات تيموثي هوغن مثلا Entering the Chain of Union، بتشوف بيقول لك القدس ليست أصلا، معبد سليمان القديم لم يكن فيها، هو عنده بتأويل أنه كان في لبنان معبد سليمان. على كل يعني ففي غلط كبير من هذا الأمر، فيجب علينا يعني الاحتزاز، لكن نحن يعني ما نقول الحق.
في علامة استفهام نعم، في نقد من كارل ماركس للسياسي الماسوني بالثورة الفرنسية، وفي رد ماسوني انه لا، ما نحن بالثورة الفرنسية نحن مش ما خلقناها، نحن اتضررنا منها، يعني الثورة الفرنسية قتلتنا ناس أغنياء كانوا ماسونيين. أما كارل ماركس بيقول لك لا، هن الماسونيين خلقوا هذه الثورة بمحاولة انتقام من الكنيسة، لأن الكنيسة كانت مضطهدتهم أيام حراس المعبد بمحاكم التفتيش وغيرها. هلا بندخل في تاريخ حراس المعبد في الدرجات المتقدمة. طيب، فهون يعني هذا الطقس هو بناء المعبد الثالث، والمعبد الثالث ليس معبد فعلي لكن معبد روحاني، هو دعم الإنسان كما قال المسيح، وكما ذكرت سكرتنا تبقى في قلوب الناس وليس على الحجارة. هذا الدرس الأهم منها، وهي أكيد بتلحق يعني في الإنسان القدس أيام الصليبيين، يعني ارجع هذا الوقت. طيب، مع أنه فهد يعني قلت لك هو غير مرتبطين فيك، يمكن أكيد ما بعرف، بيوتوا حالهم في يومين. الدرجة السابعة هو Night of the East and West. القمر ال 17 night of the east and the west، جمع ما بين الشرق والغرب. فهيدي درجة روسكوا هي درجة فلسفية بامتياز، ولكن فيها كمان يطرح أشياء خطيرة نوعا ما بتحكي فيها، يطرح فيها الميثاق فرسان روسكوا. هن روسكوا سوري هن يتهمون بعبادة الشيطان. هلق ما ندخل بالدرجات اللاحقة الذي يقال فيها أنهم بيعبدوا الشيطان وبيعملوا أضحية وشي هاي، هلق ندخل فيها لهذه الأشياء. لكن بهذه الدرجة اللي هي تبليشية، هي درجة هي بداية الدرجات الهودي، وموجودين حتى هالدرجات عند الروزيكروشنز، وهن بلشوا ب 1604 ولهم علاقات طيبة مع الصوفية والدروز لحد اليوم، يعني من لك هالدرجات. وهي يعني هي ربط بين الأديان القديمة والفلسفة الغربية مع الأديان القديمة والفلسفة الشرقية، فهي درجة ثقيلة يعني. تدخل بنظرية الخلق والكلمة عند الأديان المختلفة. فهلق أنا بتشرح شوي، منفوت في شيء خطير وهو كتاب الـ Seven Seals أو كتاب الحجابات السبعة أو الأختام السبعة، بس خليني أول شيء أشرح الطابع الفلسفي من وراء هذه الدرجة وبعدين نحكي بالموضوع الخطير. أنت عندك بالثيولوجيا المسيحية في شيء المسيحيين أنفسهم ما عم بيعرفوا يفسروه مظبوط، وهو إنه المسيح هو كلمة الله، وقبل الكلمة ما كان شيء، جاءت الكلمة فكان النور، قالها كن فكان. لكن عند مثلا عند فيلو اليهودي الضوء كان قبل الكلمة، عند الأخوان الغنوصيين سقوط صوفيا خلق العالم، صوفيا هي الحكمة، يعني الحكمة والعقل قبل الكلمة وقبل النور. طيب، في الأديان القديمة، في دين مصر القديم، أمون هو الضوء المخفي الذي خلق العالم ودون أن يخلق شيء، دون أن يخلقه أحد، لكن العالم خلق منه كانبثاقات. الآلهة الباقيين أوسايرس وآيسس انبثقوا منه، يعني عملية خلق انبثاقية وليست خلق فعلي. لكن يعني هذا بيخليك تفكر، حتى الآلهة المصرية بيقولوا انه نحن جسدنا يعني قريب من النور، فعند المصريين القدماء النور هو أساسي مش الكلمة. عند الدروز كما شرحت يعني الدروز عندهم العقل، يعني عندهم الله تجلى في السبب الأول أو السبب الرئيسي، أو هو شبيه بباربيلو أو شبيه بصوفيا، هو يسمى عند الدروز البار، يعني بار الدنيا. فالبار من البار انبثق العقل، بس العقل يعني البار صار هو العقل، والعقل صار له الضد،
العقل صار له نفس، سوري العقل صار له نفس وكلمة وسابق والتالي كوز ايفكت، الحدود يعني الخمسة، العقل النفس السابق التالي والكلمة، والضد صار عنده اهو الند، يعني هن والند هو ضد النفس. اوكي، فهي عند الدروز. عند الإسماعيلية وطوائف تانية عندك النفس، النفس أعلى، أعلى من الكلمة، فكل الأديان تختلف. بهذا البحث عند إخواننا بالدرجة 17، هني عم بيحاولوا، وعند النصيرية يعني كمان عندك تالوت يختلف، عندك الله والحجاب والباب مثلا، هو الحدود الثلاث، فعم تختلف الأديان. فهن عم بيدرسوا بهذه الدرجة، تدرس أنت كل. وعند اليونانية مثلا كما ذكرت، داينوسيس هو الكلمة تقريبا، هو يسمى الروح، وهو يسمى الضوء، هو الوسيط، هو المديتيتر. يعني وتعرف أنت بالماسونية الإله هو وسط العالم، فالمديتيتر تبعه عند الماسونية هي الشمس، لكن بتفسير روحاني يعني هي الكلمة. ففي تلميح وكأن حورام أبي، كأن هو مهندس أعظم، والله مهندس أعظم، فهو الوسيط لهم، هو انعكاس له خفيف، مثل ما الحاكم بأمر الله عند الدروز هو انعكاس خفيف للبار أو لباربيلو عند الغنوصية. طيب، ففي نقاش في هذا المواضيع هون، في رابط إنه بتقول لك ما هي نفس الثيم يعاد، نفس الثيم يعاد، وفي درجات لاحقة تستكمل هذا البحث في درجة فرسان الشمس، بتحكيك عن القيامة، ونحن حكينا عن قيامة أوسايرس كيف هذه خاصة بالشمس، أن أوسايرس يقطع ويرمى في البحر، وثم أخته القمر هي آيسيس بتجمعه ويشرق من جديد، يعني بيطلع الصبح من جديد. يعني بنحكي بالقيامة وبالشمس، والنور مهم جدا عند روز كروا، وهلق بالدرجات اللاحقة اللي بعد هذه بنشوف لها. بس هذا بس إنه تعريف بسيط عن الفلسفة بهذه الدرجة، هي مثل أبتايزر، هي مقدمات للجاي لاحقا. طيب، كايس بيقول إذا أبوابه مفتوحة، هني أبوابه مفتوحة، بس لما يكون في اجتماع أو لودج ممنوع، بيكون في حراس على الباب، وبشكل انه ما حدا من درجه اوطى يتنصت، عندهم التنصت وهذا شيء محظور من المحظورات. يعني تحدثت انا عن هذا الموضوع بقصه جوبرت بدرجه سابقه، حكيت عنه هون بهاي الدرجه السادسه، قصه جوبرت اذا بترجع لها بتشوف انه ممنوع التنصت، فعندهم عندهم درجه عن انه ضد التنصت، وحكمه انه عن عدم التنصت وكل هذا. هي لما تنصت جوبرت على الملك حرام، لما دخل غاضبا على الملك سليمان، فجروا من دينته الملك حرام وبهدلوه، ومن وقتها في تعليم عدم التنصت. حتى بالدرجه السادسه بيلبسوا مريول عليه عين، ومعناتها كونوا حذرين ودائما على ترقب. طيب، فانا ذكرت حدخل في موضوع خطير، وهو الموضوع هو البوك اوف ذا سيفن سيلز، يقدم في الدرجه 17. هون انا علي ان انقل ما ارى، انا علي ان انقل ما ارى، انا ما عم بنقل نظريات مؤامره، لكن انا عم جرب كون موضوعي. طيب، عندك الاختام السبعه، وهو عباره عن كتاب عنده سبع اختام، انت بتفتق كل ختم منه، يعني بتفتق الاول، بتفتق الثاني، بتفتق الثالث. والاختام السبعه دليل عن شو؟ الكواكب السبعه او السماوات السبعه اللي حكينا عنهم سابقا بدرجه ثالثه اعتقد. طيب، فاولها القوس، ويفسر القوس يا برج القوس يعني يا دليل على دقه في التنفيذ، ان القوس بيصيب هدفه، هاي اولها. طيب، ثانيها سيف، معاقبة الظالمين والثورة دلالتها. ثالثها الميزان، وهو العدل في الأحكام والحكم، ويعني محاسبة المجرمين كما قتلت حيران. رابعها جمجمة، شو الدلالة تبع الجمجمة؟
هون الخطير، هون في علامة استفهام كبيرة. دلالة المبعوث، يعني المرتد عن الجماعة، المرتد عن الجماعة الدلالة تبعه هي جمجمة، هذا شيء خطير. شو معناتها؟ هل في قتله هيك حاطين جمجمة أنه هو مقتول، أو هل شو هاي شو معناتها؟ طيب هلا خلينا ندخل، هذا موضوع مهم، هذا بعيد عن نظرية المؤامرة، هذا كتاب موجود عندهم له أختين سبعة، وأنا حتى هذه القلادة اللي لابسها فيها جمجمة. إذا بتشوفوا ما أعرف إذا رح تبين على الكاميرا، بس هون أول نقش على الأعلى، ما أعرف إذا مبين في جمجمة عليها عظم. طب شو معنات الجمجمة؟ نراها مستخدمة دلالة على المرتد، على المبعوث من الدين. تيموثي هوغان شو بيرد؟ بيقول هو ميت بالنسبة لنا، لهيك ترمز الجمجمة له. لكن لنكون منصفين، لا لنكون منصفين، هن عم بيحكوا عن حركة الفرسان تبع روز كروا، كان المرتد يقتل، كان يعتبر خائن، لهيك كان يرمز له في الجمجمة. هاي بكل صراحة الأسباب المعطاة من الماسونيين لم تقنعني، وهن ديانة تصحيحية، فأأمل أنه هذا يؤخذ الجمجمة بشكل رمزي وليس بشكل فعلي، لأنه هذا يدعي إلى قتل من يخرج منك، من بيعلمك أسراره فيك تقتله، يعني مثل عند النصيرية، لما تدخل عند النصيرية بياخذ حلف الاثنين اللي معك انه اذا انت سربت اي سر تقتل في المجلس النصيري، كما ذكرنا في المجالس السابقه. فهذا موضوع خطير ويجب توقف عنده في علامه استفهام حواليه. طيب وكمان خامسها الشفق، شقفه بيضاء عليها الدم، معناتها دلاله تضحيه في النفس من اجل الجماعه، ومعناتها اهدار الدم كمان مشان الجماعه. وهون يعني هون شيء خطير كمان، علامة استفهام أخرى بعد الجمجمة. سادسها الكسوف والبدر الأحمر، يعني وهي يعني انتقام الله من البشر، ويؤولونها الماسونيين بأخطاء المبتدئين وعواقبها ووجوب تدخل العقلاء. وسابعها مزامير السبعة وكسر الصمت، وهذه الشرف في الفروسية والماسونية. وأنا في شيء هون نسيت أذكره، ميثاق فرسان روز كوا، هذا في ميثاق وتعاليم، لكن ميثاق غريب نوعا ما، في من الجيد وفي من القبيح. يعني من الجيد فيه انه كلهم بيحضروا عزائك وعرسك، كلهم متضامنين معك، يعني اكثر، يعني انت كماسوني مش كل الماسونيه بيجوا على عزائك، بس لما تصير بالدرجه 17 معظم الناس اللي معك يعني هودي مثل فرسان معك، يعني اصدقاء مقربين بصير، هذا شيء جيد. بس في انه ممنوع تكتب باسمك، بس تكتب باحرف اسمك. وفي قصص تانية بالميثاق ما راح ادخل فيها، لكن عليها كمان علامات استفهام، مثل كتاب الاختام السبعه اللي ذكرته، يعني فما راح اعيد نفسي، بس في علامات استفهام حول معامله المرتد الذي، او معامله فاشي السر، وفكره اهدار الدم من شان الجماعه، هذا هو عليهم علامات استفهام. طيب هلق الدرجة الأخطر شيء هي صراحة هي هذه الدرجة 19، لا لا الثامنة عشر، سوري الثامنة، هذه الثامنة عشر. طيب اللي هي الآخر درجة بالروز كوا. طيب هاي بدي أفتح كاميرا لأنه بدي أشرح كمان، بس أرتاح شوي. طيب بهذه الدرجة 18، هذه تتهم فيها الماسونية في عبادة الشيطان، وهذه أليستر كرولي اللي هو مشهور عنه ببريطانيا تبع الدين الشيطاني استخدمها. وللحقيقة هذه الدرجة المسيحيين يقومون فيها بطريقة ما، وأهل السحر والهرامسة وغيرهم يقومون فيها بطريقة أخرى. في اختلاف، في حتى المسيحيين عندهم مشاكل معه، لكن للإنصاف
ما خاصة لا عبادة الشيطان ولا فيها شيء شرير للإنسان. المعبد أو اللودج سوري يشكل على 4 غرف، 3 مظلمة ومغتربة، والغرفة الأخيرة منتظمة وفيها نور. وهذا عبارة عن الأديان القديمة كلها، عبارة عن المهدي والقيامة والشمس الحقيقية، يعني فصول الدنيا الأربعة، في منهم فصل الصيف هو الجيد والآخرين مغتربين بهذا المعنى. وبهذه الطقس بيذبح يذبح رام، يعني أعتقد غنم، يعني يذبح غنم لهون، لهيك هني بيربطوها مع تضحية بالغنم من شان الشيطان، مع انه الشيطان مع زين بس مهم يعني. لهيك فيها اضحيه، بس هن بيقولوا عم بيعملوا طقس اليهود قديما على الوينتر سولستس، لما نفوت بالصيف كانوا يعملوا اليهود، فهنا عم بيعملوا مثلهم، هذا تفسيرهم. وفي ايضا بيعملوا القربان المسيحي، بيعملوا باس اوفر، يعني مش باس اوفر، اليوكرست، يعملوا اليوكرست، فبيقسموا الخبز وبيشربوا النبيذ مثل المسيح. فهون صار الماسونيين من خلفيات اسلاميه عندهم مشاكل، ليش عم تعملوا لا لا لا. واذا مثل ما شفتوا انتم العلامه في هلق، نحكي بالعلامات الموجوده هون بالصوره، بتشوفوا فيها صليب وفيها ورده وفيها شجره او شتله الاكاسيا وفيها بلكن مثل الحمامه وعنده اولاد. شو رمزيه مثلا منها؟ هن بيقولوا لا، اليوكرست موجود في اديان سابقه والصليب موجود في اديان سابقه، هيدي كلها رموز اديان قديمه، فهيدي لا تخص المسيحيه. هذا يزعج المسيحيين لكن يرضي الغير مسيحيين بنفس الوقت يعني. فخلينا ندخل نحن شوي بهذه الرموز. شتة الاكاسيا ذكرنا حين قتل حرام ودفن حرام المهندس، وضع القتلة محل ما قتلوه عمد أكاسيا، وهو يعني مثل شتلة ورد في شوك مطرح ما هن دفنوه، فهنا نراها في الصورة. الصليب وحوله النور هو عبارة عن الشمس. الصليب كما نرى بالأديان القديمة كان يرمز إلى الشمس، وموجود صلبان عند البوذية وعند الفاديك الاديان، في اديان هندوسيه، في اديان يونانيه، اديان الايرلنديه القديمه، اديان البراشن بروسيا القديمه، كلهم عندهم صلبان. حتى هذا المسؤول عن هتلر هيملر ما راح يبرم بالصلبان بالكهوف بالاديان القديمه، عمل جوله لتبت، فهالصلبان موجوده. هني برأيهم هذه عبارة عن النور، لا تخص المسيح، عبارة عن النور. وعندك البلكن بالمسيحية الحمامي هي رمز لروح القدس، هي رمز لروح القدس. هني عندهم البلكن هي رمز للمخلص، أو هي رمز للشفيع، ولهيك الأولاد ناطرة أكل منها بهذه الصورة. وعندك الوردة، هلا بندخل شو يعني شو معنات الورده، انه يعني الورده موجوده عند دين اسمه روزيكروشنز، الورده بنجدها كمان عند الدروز، الورده بنجدها عند الصوفيين. فشو شو معناتها هالورده؟ هلا وعند النصيريه بنجد الورده، فهلا بنشوف شو معنات الورده. طيب دقيقه بس لنشوف اذا الشات هنا عندهم أخوة وهيك، بس أنا حكيت يعني عندهم ميثاق جميل جدا، بس في علامات استفهام على بعض الدرجات، على بعض ما يذكر في الدرجات المتقدمة بس. طيب هذه بدها شرح فيديو. لا لندخل في أساس الوردة. هلأ بكتب تفسير ألبرت بايك حمل هو بهذا الموضوع غلطة كارثية، هو عمل بموضوع الوردة والصليب غلطة كارثية. هو شو عمل؟ لا الصليب، لا الوردة عمله منيح بموضوع الصليب، راح على الأزتك، راح على المايا، راح على البوذيين، راح على الهندوس،
صار يشوف الصلبان، اوكي موجود الصليب بالاديان القديمه، لكن بالورده ما ابدع. قال لك الورده هي دليل عن الابداع، ابداع الخالق في الارض، وهي تستقي من النور، والنور كما قلنا النور والضوء هي الروح او الاساس، فلهيك الورد شيء جميل. بس هو ألبرت بايك ما كان عنده تعمق كافي، يعني هو ذكر الدروز مرتين بس ما كان عنده تعمق كافي بأديان منطقتنا، منطقة لبنان والسعودية والعراق وغيرها. مين عنده تعمق أكثر؟ تيموثي هوبر. الوردة يدخل بتنظيم قائم على الوردة هو الروزيكروشنز، حتى اسم الدرجات من درجات الكبار، روز هي أساسية. الوردة عند الروزيكروشنز أين نجدها؟ في سنة 1604 قبلها الروزيكروشنز وهم يسمون الإنجيليين الصامتين، وهم من خلفية مسيحية يعني بروتستانتية، كانوا تحت اضطهاد كاثوليكي، كانوا بدهم يعملوا قيام ديانة جديدة لا تزال قائمة لليوم، وفي أصحاب إلي روزيكروشنز يعني موجودين بس أقلية، يعني مثل الدروز تقريبا أقلية، وكمان رجال يعني متحضرين ومثقفين وعندهم تقمص وأشياء روحانية. بس ليش عملوا دينهم سنة 1604 أو ما إلى هنالك؟ لأنه ظهر سوبر نوفا، سوبر نوفا نجمة تنفجر. انفجار النجمة أيام زمان ما كانوا يشوفوه دمار، كانوا يشوفوه خلق، كانوا يشوفوه شيء جديد عم بيحصل. فهن اقترنوا بين الوردة، بين السوبر نوفا، بين البدء والوردة، لأنه هو النجمة لما تنفجر تعمل مثل الوردة. وأين نرى هذا أيضا؟ عند الدروز في جامع الحاكم بأمر الله، بنشوف هذه يقال انه هو الحاكم بامر الله من صممها، هذا في جامع الحاكم بامر الله بمصر. نرى النجمه المخمسه، نرى الحلقات حول كل من الحدود، وهو هي عباره عن الكواكب الخمسه الاساسيات يعني، لكن بالوسط نرى الورده، وهي دليل قيامه الدين الجديد. وهون صورة من عند الأخوان الروزيكروشنز، بتشوفوا كلمات باللاتيني بس لأقرأ لكم إياها كبر الشاشة عندي، بتشوفوا كلمات دات روزا مال أبيبس، والمقصد من هذه الجملة إنه ارجعوا للوردة، لأنه النحل عم بيجمع الشهد من هذه الوردة، فارجعوا للوردة بهذا المصطلح الفلسفي. فهذه قنينة الدولة، هذه تفسير إذا بدكم رمز الوردة. وأين نجد الوردة أيضا؟ نجد الوردة عند الصوفيين، الصوفيين بحطوا هون وردة، وردة حمراء هون وردة، لكن بيستعملوا كتير الورد، حتى في درجات ماسونية تلبس لبس صوفي كمان بتحط وردة حمراء. فالوردة أنا برأيي هي قيامة دين جديد، وهي كمان أكيد تدل على عظمة الله في خلقه وجمال خلقه، لكن لها تفسير ديني تأويلي عن بداية دين جديد، لأنه في دروز والروزيكروشنز اعتمدوا على النجوم لإعلان ديانتهم. الاختلاف الأساسي صار عند الدروز بين نشتكين الدرزي وبين حمزة، صار لأنه نشتكين الدرزي أعلن دعوة قبل توقيت حمزة، وتوقيت حمزة كان مبني على النجوم. طيب، وعندك الصليب، كما ذكرت الصليب موجود في ديانات عديدة جدا، بهذه الدرجة أنت بتتعمق بكل هذه الديانات ورمزيات الصليب إلها، تجد مقترن بالنور والشمس، يعني على شكلته الشمس، لهكذا يرسم كأنه دولاب مثلا هنا وهنا وغير محلات. وهي كما ربطتها هي مرتبطة في مقتل أوسايرس ورميه في النهر، ولما جمع له أخته قطعه وتعيده، رمزية انتقال من الليل إلى النهار، من الليل إلى الصبح.
وهو دليل، وهو رمز القيامة، نراها بكل دين تقريبا، حتى عند البوذيين في والهندوس. الهندوس مثلا عندهم بالكي، وهو بالكي هو المهدي المنتظر، والبوذيين كمان عندهم بالكي كمان، بيجع خيل أبيض وبيحمي الناس وبيدمر الأعداء يعني، وبيحمي قومه. والقيامة موجودة عند الشيعة، موجودة عند المسيحية، حتى عند اليهود. اليهود منتظرين المسيا، المسيح الذي لم يأتي بعد حسبهم. فهذه نراها في كل الأديان، فهني بيرجعوا لجذور الأديان، ليرجعوا للدين الصافي، ليرجعوا للدين الأساسي، ويأخذوا القواسم المشتركة والعبر من كل الأديان. كمان في رمزية للصليب عند أفلاطون. أفلاطون بيقول لك الكروس هو الرقم 600، وهو يعبر عن دورات العالم، الأدوار والأكوار، وهو he expressed him upon the universe in the figure of the letter X. The next power to the supreme God was decastated or figured in the shape of a cross on the universe. بيقول لك أفلاطون إنه تاني قوة بعد الله، يعني وسيط الله أو كلمة الله حسب المصطلح المسيحي، هي الصليب، الكروس. هذا متشابه مع الفكر المسيحي نوعا ما. طيب. وأنا حطيت كمان صورة هون القطعة البرونزية اللي أخرجها موسى لشفاء الناس، هود اللي كان عقصتهم الأفاعي، هذه تشبه فيها المسيح نفسه. طب ليش أنا حطيت الأفعى؟ هلق ما نحكي أكثر في طقس مبني حول الأفعى، عن موضوع الأفعى. بس أنا حطيت الأفعى لأنه الأفعى بالغنوصية تعتبر كمان هي المخلص والشفيع، والأفعى بالكتاب المصري القديم الأفعى تنكتب تي، بيكتبوا تي للأفعى، والتي بتشبه الصليب يعني. فأنت بتتعمق بهذه الدرجة يعني ما ورائيات رموز الصليب والوردة. لكن الدرس الأهم منه إنه، وهو هلق بدي بس شوي لأرجع على الكاميرا، الدرس الأهم منها من درجة الرزق هو إنه قبل أن يأتي النور، قبل أن تأتي شمس الحقيقة، سوف تمر بفترات صعبة وشمس مظلمة وقهر. يمكن هي عم تعبر عن الإنسان قبل ما يشوف شيء بسره كتير، بيشوف مزل وبشوف ضعف وبشوف هزيان، بس آخر هالأشياء يعني هناك ضوء في آخر النفق. حتى بيذكروا هون تؤول هذه بطريقة إنه هذا عبادة الشيطان، بس بيقولوا لك طيب اسم الشيطان عند المسيحية هو لوسيفر. بس لوسيفر شو معناته؟ النجم المضيء، واللايت بيرر الذي يعطيك الضوء، الذي يحمل الضوء إليك. فكيف يكون روح الظلامية والظلام هو من يعطيك النور؟ هني بفسروها كيف؟ لأنه لا يأتي النور إلا بعد الظلام الهالك، فلهيك لوسيفر يعطيك النور، لأنه من بعده يأتي النور. هنا مش عبادة شيطان. أما أليستر كرولي فسرها لهذه الجزئية بطريقة مختلفة تماما. أليستر كرولي بفلسفته فسر أنه أنت لازم تتعمق في الشر، يعني صار ينيك حيوانات ببريطانيا، يعمل يعني أفعال فاحشة، حتى كانوا يعتبروا مثلية جنسية فاحشة، فكان يقوم هو مش هو منه جاي، بس كان يقوم بالمثلية الجنسية. يعني كان يعني شديد الكفر حتى يرى الضوء والنور من بعده. هيك هذا كان فلسفته، هيك هو فهمها. أما بالفكر الماسوني يختلف الفكر عن هذا، يعني هنا عندهم فكر مختلف عن فكر كرولي يعني. لكن هالدرجة عليها كتير غلط بسبب هذا الفهم لهذه الجزئيات اللي أنا حددتها، ما راح أدخل أكتر يعني، بعتقد طولت فيها. طيب وصلنا بالدرجة 19، بدي ارتاح شوي ومنفوت فيها. بس أنا خليني أجيب ماي وهلق برجع لكم.
طيب ما بعرف إذا لازم نكمل أو بنعمل جزء ثالث، يعني ما بعرف، بس أنا برأيي خلصها ضربة واحدة. هو طولنا يعني راح يصير لي ساعتين، بس بدأ شرح يعني. حط موسيقى، ليش بدي احط موسيقى؟ طيب لا هو يمكن حدا عمل حلقة، بعت لي محمد لينك، يمكن عم محمد عمل حلقة فلا هيك الناس، انا رحت لهونيك. طيب خلينا نشوف شو صاير مع محمد. برأيي أنا طولت شوي بهالحلقة، ما بنعمل جزء ثالث بهالحلقة، يعني خلصت من الدرجة السادسة وصلنا للدرجة التاسعة عشر، يعني خلصت 10 درجات صرنا بال19، بضل عنا من 20 ل 33. يمكن إذا ضليتني عم بحكي يمكن يضيع المعنى، إنه شرحت كتير اليوم أشياء مختلفة، يعني شرحنا قصة إدريس وشرحنا ما حصل بعد مقتل حرام ومقاضاة القتلة، شرحنا فتنا، تعمقنا بفلسفة أليستر كرولي، تعمقنا مش تعمقنا بس ذكرنا شوي أشياء من الكابالا، فكان مواضيع متعددة يعني. ما بدي أطول على الناس، فإذا بدكم تعملوا حوار مفتوح اعملوا يعني، بس أنا تعبت شوي، عم بقول مستي كمل لل20. ما هي المشكلة يا مستي، ال19 مربوطة بال20. طيب اوكي بكمل ال20، كمل ال20. طيب بس راح اجرب كون شوي اسرع، بهيدي طولت شوي بس كان وجب الشرح يعني، لانه عليها مغالطات كثيره هذه الدرجه يعني، لهذه الدرجه تتهم في عباده الشياطين وهيك هيك اضطريت يعني طول فيها. طيب عندك الدرجه التاسعه عشر وهي الجراند بونتيف، وهي بدايه مجلس كادوش. هذا اسم كادوش كثير بحبه، مين؟ زورو عن شك ويقين. طيب ويشكل اللوج على شاكلة القدس، بس لكن مدينة مربعة في السماء، وهنا البعض بأولها أنه هذا معناتها أن القدس هي يعني أرض المقدسة عند الماسونيين، لكن كما ذكرت تيموثي هوجن ضد هذا الاتجاه، عنده تأويل آخر لهذا الموضوع. وقصتها هذه وقصة وهذه قص وهذه قصتها بتلخص مثلا العذاب والمعاناة اللي عاشوه الماسونيين الأوائل، والدرس الأهم منها هي الصبر والبصيرة، يعني عليك أن تصبر وعليك أن لا تنتظر المكافأة على أعمالك اليوم يعني أو في هذه الحياة. يعني معقول أنا أعمل عمل جيد وجميل جدا لكن تأتيني المكافأة بعد مئات وآلاف السنوات، ف يمكن 100,000 سنة يكون عندي جزاء كبير من بعدها. فأنت عليك أن تفكر في الأجيال القادمة اللاحقة التي تستفيد من أعمالك، ما تفكر بس وتحصرها لأعمالك بما تقوم فيه اليوم. هني بيختصروا التضاحي اللي عملوها في التاريخ وأنه ثمارها ما يعني لم يجدوها بعد بهذا المعنى. لكن هي بالأساس هذه رتبة إدارية، من بعد ما انت توصل لهالرتبه بصير يعني، انت من بعد ما تصير 19 بصير انت فيك تفتح لودج خاص فيك وتنظم الرتبه الاولى والثانيه والثالثه وما الى هنالك، فانت من هنيك فيك تفتح لودج بتصير. فهي رتبه جدا مهمه لكن هي اداريه اكثر ما هي يعني لها معنى كبير، لكن هي مقدمه مقدمه ل شو اسمه لدرجات الفروسيه يعني الكادوش اللي هلك منفوت فيهم. ولاحظوا بالصوره إذا بتشوفوا النسرين توأمين، هن عبارة عن التوأمين. وشو معنى التوأم؟ التوأم يرمز إلى مين؟ إلى توما، لأنه كلمة توما بالعبري معناتها التوأم. فهذه كثير مهمة يعني، بيشرحها تيموثي هوجن
فكرة التوأمين عند الماسونية جدا مهمة، وهي مرتبطة بتوماس أو بتوما المذكور في الإنجيل. طيب الدرجة العشرين وهي الأخيرة لليوم نحكي عنها، هو جراند ماستر أوف أول سيمبوليك لوجز. هيدي درجة نقد ذاتي. هلا بفتح الكاميرا وبشرح لكم إياها. يلا هاي نقد ذاتي، هاي بتقول لك كل الدرجات اللي هلا قائد ابو لبنان راح صوت وهو عم بيحكي عنهم كلهم هودي فاتوا في كتير فزلكه وشرذمه وضاعوا بالرموز وفقدوا المعنى الحقيقي. بهالدرجه انت شو، انت بترجع للاديان القديمه، للانيشيشن كيف كانوا ياخذوك، لتعاليمهم القديمه، لمعابدهم القديمه. فهي الشيء المهم. وهنا يطرح فكره انه المصريين القدماء بالكينج تشامبر، الحرم الملكي الموجود في الاهرامات، كان يدخلها، كان شو وظيفه الاهرامات حسبهم. هلا في نظريات جديده بتقول لك الهرم بطاريه وما بعرف شو ما بعرف شو، اما عند الماسونيين الهرم هو عباره عن لودج، عن مجلس. وبالحرم الملكي كنت انت بتفوت بتوطي راسك احتراما انه هذا معبد، لما تفوت بيقرا عليك الميثاق وتدخل الدين الكهنوت السري الموجود عندهم. بهذه الدرجه بخبروك انه الاديان السابق كانت تحب السريه، لانه كانت السريه والمعلومات قوتها. الحاكم كان يحط رجل دين حد منه، لان رجل دين عنده اسرار طبيه واسرار التعامل مع الشعوب بتساعده. فهذه كانت قوه رجل الدين في سره، مش بالتبشير وبالاعلان عن كل شيء مثل الاسلام، لا، كان رجل الدين يحتفظ في اسرار الطبيه والسحر والكيمياء وغيرها والاجتماعيه والفضائح. كانوا هو عند حلقة صغيرة كهونتية كانت تأتي بقوتها من المعلومات ومن الرموز الذي فقط هي تعرفها. فهن حتى بيقولوا لك في مصر القديمة بالهيلوغرافس بالكتابات القديمة كان جدا قليل الناس اللي كانوا يفهموا شو معناتهم، العامة ما كانت تعرف شو معناتهم. كان في حلقة من المخصصين القليلة جدا. طيب فكما قلت هي نقد ذاتي عن النقد الفزلكة والتجرذم في الدرجات السابقة. الدرس الأهم أخذ الماسونية إلى أصلها الصافي والقديم، استخراج الزلال من الأديان القديمة والقواسم المشتركة والروابط يعني المشتركة، رفض إذلال. أوكي هاي ما حكي، هاي نسيت أحكي عنها كمان. هون ألبرت بايك بالتفسير تبعه بيقول لك علينا رفض إذلال المنضمين كما رأينا بالدرجات الأولى للأربعة، يعني فيها سجود وفيها تلتيم بيلتموا عيونك بيربطوك بالحبل، بتربط الحبل تحت باطك، حتى في الدرجة الرابعة بتحمل حجر وبتنتقل منها من محل لمحل. وكما سوف نرى بدرجة متقدمة وهي الدرجة اللي بعدها اللي هي هيدي فارس بروسيا أو براشن نايت، هي فيها إذلال. فهذه الدرجة ألبرت بايك بحذر من الإذلال اللي كانوا عم بيعملوه الماسونيين مع من يدخل على ديانتهم. كان في إذلال، فيها سجود وركع. هو بصير يحكيك إنه حتى لله أنت مش مطالب تركع، هذا إذلال البشر، إذلال لقيمة الإنسان. فهون في نوعا ما حركة تصحيحية وعودة إلى الماضي، وأكيد في تعمق بالأستيك وبإهراماتهم بالطرق الدينية عندهم وعشو بيرمزوا، عشو بيرمزوا الطوابق السبعة عندهم وطوابق التسعة وما إلى هنالك. لكن أنا ما راح أدخل بهالموضوع، بدي يعني لأنه بدي لحق كف الباقي. فهذه كانت الدرجة العشرين. بالحلقة القادمة ما نحكي عن الدرجة الحادية عشر وهي تسمى النيوشايت أو البراشن نايت. نيوشايت لأنه هني كانوا فرسان البطريرك نيوشايت، أو تسمى وانتقلوا من ألمانيا إلى بروسيا أو براشا، وتسمى كمان فرسان القمر. ما نحكي شو دلالتها، من إن هو الفرسان كانوا، شو كانوا تعاليمهم، وأين وقعت الماسونية في خطأ بهذه الدرجة، أين أصبح هناك إذلال. سنحكي بهذا الموضوع بالدرجة 21 بالجزء الثالث. أنا كنت يعني عم جرب خالص قد ما فيني، بس كما رأيتم الشرح عم بيخدنا محلات يعني، بس يعني إن شاء الله يكون شرح وافي، وإن شاء الله يكون في معلومات جيدة تفيد الناس أو يعني مش تفيد الناس إذا بدك، بس تفتح لهم ذهنهم على أفكار جديدة تانية، ونستقي الحكمة من الجميع. يعني بقول لك حتى الديانة الدرزية بتقول لك
اذهب وابحث فيما كفروا. وفي طقس ماسوني كمان، في درجه ماسونيه كمان بتقول لك نفس الشيء. شو انت بدك تعرف اصل الديانه، ابحث بماذا كفروا. مثل ما شفنا هون الماسونيه عم تفوت بالاديان القديمه اللي هي تعتبر مشركه عند المسيحيين والمسلمين، وتعتبر وثنيه. سنعم عم بيقولوا لا، وبدنا نشوف بدرجه متقدمه وهي درجه فرسان الشمس دفاع عن الوثنيه نفسها. ان الوثني لم يخطئ لما عبد الشمس، مش لانه الشمس لازم تعبد، لا، لانه وقتها الشمس كانت اقرب شيء الى الله. هاي قصه كان في دين، كان ديانه على ايام ادم وضاعت. طب اوكي، ضاعت الديانه، خلق هذا الوثني وثني، ما بيعرفش بنبي ادم مثلا. شاف الشمس مفضلة على الطبيعة، أساس الحياة، من محبته لله عبدها، فكيف يكون قد أشرك؟ ما هو الله موجود في كل مكان، والشمس هي شمس مركز السولار سيستم تبعنا، هي تثبت مركزية الله في هذا العالم، فهي كانت أقرب شيء إليه فيه من نفس الله. فأين أخطأ؟ هذه في درجة فرسان الشمس هي متقدمة، يعني ما نحكي فيها أيضا. لكن بكره بنكمل بالدرجه 21، اليوم وصلنا لل 20. اشكر الجميع اللي ضلوا معي، مع انه البحث كان شوي ثقيل يعني، بس كان علي يعني فوت بالتفاصيل، لاعطي كل درجه حقها قدر ما استطعت يعني. ان شاء الله اكون عملت عمل جيد. يعني تحياتي لكم والى الاله المهندس الاعظم، والبركه عليكم من الاقاليم السبع ومن المثلث المقدس. طيب لا، أنا فرسان القمر مش أيام هتلر، لا لا، فرسان القمر أيام صراع الصليبيين مع صلاح الدين. هني كانوا أول شيء بألمانيا، بعدين انتقلوا ل براشا، يعني حد روسيا، كانوا عندهم قوة، كانوا هني يعني الفرقة الخاصة، القوات الخاصة للبطريرك، فكان عندهم قوة هائلة، كان مما بدهم يحكموه عند الصليبيين. فالدرجة 21 بتحكي عن كانوا يعملوا لقاء سري كل ما اكتمل القمر بالغابات، كان اللوج تبعهم عبارة عن غابة، عندهم تعليم وطقوس معينة، بس بيعلموك شو كانوا يحكوا، شو كانوا يعملوا، لأنه كان عندهم قوة. فبنحكي أكثر عن الدرجة يعني، أكثر يعني أين وقعت في الخطأ، وشو الدرس الأهم منها ومن تطبيقها في الحلقة القادمة. وبعدين في درجات قادمة بتحكيك مثلا عن الصليبيين لما قعدوا مع صلاح الدين، حتى في درجة غريبة بيكون اللوج الماسوني عليه مثل بانر، مثل شاني بانر بالعربي، لافتة مكتوب عليها حي صلاح الدين، وبعدين بآخرها صلاح الدين يجب أن يقتل. يعني أنت فيك تقعد مع عدوك بدك تقتله، بس في ظروف معينة بتخليك تقعد مع عدوك. فهي بنحكي عنهم بالحلقة القادمة. تحياتي للجميع. شكرا حبيبي كايتس، تحياتي للكل. مس اذا بدك تفتح حوار مفتوح قل لي، يعني انا راح انهي هالحلقه. شوف محمد عرفي شو عامل حبيبنا على قناته، و ايه مزبوط، صار في حظر للماسونيه من هتلر انه هن متآمرين مع اليهود، بس بعدين هيملر نفسه، كما سوف يعني كما عرضنا اليوم، هيملر نفسه كان عم بيطبق درجة 19، كان مآمن انه الصلبان موجودة في عدة حضارات، وكان عم يجرب يربطها كلها. بس بفكر هيملر كان انه كان في حضارة تبع الارينز، الارية، هي كان عندها الصليب، ولهيك متواجد عند الشعوب المتعددة، وهو ربط انه التبتية هني ارينز كمان، بس اختلطوا شوي مع الشعوب الاسيوية فتغير وجوههم. فبعت هيملر ناس على تبت قال يقيسوا راس الواحد ويكسروا اجراي وكبر اجراي وعلى شو. نحكي كمان بموضوع هيملر بحلقه يعني اخرى، بس صحيح كان في منع الماسونيه واضطهاد لهم باوروبا فظيع فظيع فظيع. مستي خلص فرط بده ينام.
طيب تحياتي للجميع، كانت حلقة جميلة، يعني بلغنا الساعتين، حلقة ثقافية يعني. هاي الجزء الثاني، الجزء الأول كان مهم أيضا، الجزء الثاني كان مهم، الجزء الثالث رح يكون أهم، يعني رح نفوت أكثر بالدرجات المتقدمة، ورح أحاول ما أغرق كثير بالشرح. اليوم غرقت شوي بكم درجة وشرحت زيادة، يعني كون يعني أعطي الدرجة حقها بس ما كثير يعني فوت فيها. فرح أجرب قدر المستطاع، وإن شاء الله بنعمل الجزء الثالث كمان ساعتين، وبحاول اخلص فيه الدرجات. يعني باقي لنا 12 درجة، اليوم خلصت 14 درجة، باقي لنا 12. فبنكون نحن وياكم، وباذن الله يعني المهندس الاعظم، باذن المهندس الاعظم، باذن جهبولون او باذن يهوه. وتحياتي لكم جميعا، وشكرا على حسن المتابعة. وقبل ما فل كبروا، كل واحد يعمل لايك وفعلوا الجرس لما نعمل حلقات تبقوا تحضرونا. يعني عم بمزح يعني، بس ارجوكم فعلوا الجرس، لانه في ناس عم بيقولوا لي مش عم بحضر لك حلقاتك، ما حطوا الجرس بصيروا تحضرون. طيب يلا، تحياتي للجميع، يلا باي.